إجمالا ما في علاقة قوية بين الانتخابات النصفية والسياسة الخارجية بالولايات المتحدة إلا إذا في حدث ضخم مثل 11 أيلول. بالانتخابات القادمة إجمالا الأمور الاقتصادية رح تكون الأهم، والاقتصاد لا يزال بشكل عام جيد. المجتمع الأمريكي منقسم بين جمهوريين وديمقراطيين، ومنقسم حتى على شخص الرئيس، إذن النتائج غير يعني واضحة بعد. الرئيس ترامب بسياسته الخارجية لا يزال عند داعمي، يعني يظهر أنه قوي، والخصومات اللي نشأت مع الحلفاء التقليديين وحتى مع الأخصام ما أدت بعد إلى أزمة كبيرة بالطال المواطن الأمريكي، إذن ما بتأثر بعد. ويمكن العنصر اللي ممكن يأثر أكثر شيء هو الحرب التجارية يعني المبتدئة الآن مع الصين، ولكن نتائجها يمكن ما تجي على الاقتصاد الأمريكي قبل موعد الانتخابات النصفية. سياسة إدارة ترامب بالنسبة للخليج نوعا ما معروفة. أولا دور أساسي بموازنة أو مواجهة إيران، ثانيا استعمال القواعد العسكرية بالخليج للحرب الأمريكية على الإرهاب يعني بأفغانستان، والعمليات المختلفة بالعراق وسوريا ومناطق أخرى، التزام مع الحلفاء العرب من دول الخليج، موقف حتى الآن محايد في الخلاف بين دول الخليج. ويعني الناحية الإضافية اللي ممكن لازم واحد يفكر فيها أنه أيضا إدارة ترامب تحديدا عندها هدف تجاري، أنه بيع عشرات مليارات الدولارات من المعدات العسكرية إلى دول الخليج، وهذا مقلق لأنه هذا يعني بيجعل في مصلحة معينة بين تأجيج الأجواء المتوترة بالخليج وبيع الأسلحة، فهنا ربما بإدارة ترامب نوع من تناقض في هذه السياسة. زيارة وزير خارجية لافروف إلى تركيا مهمة. أولا يأتي للاستفادة من الأزمة العميقة جدا بين أنقرة وواشنطن، واللي أدت إلى عقوبات ويعني أمور من الجهة الأمريكية ضد تركيا. العلاقات الأمريكية التركية وصلت لأسوأ مرحلة تاريخيا، فوزير خارجية لافروف عم يجرب يمكن يجلب تركيا إلى المحيط الروسي. في علاقات روسية وتركية مهمة. وزير الخارجية لافروف أيضا أكد أن روسيا وتركيا يعني تكون علاقات التجارية بعملة غير الدولار، هذا أمر مهم. ثانيا أكيد بده يكون في حديث على مستقبل إدلب، ضغط على أنقرة أنه تقوم بعمل ما ضد بالأخص جبهة النصرة والمتطرفين بمنطقة إدلب، وتلميح أنه إذا تركيا ما تحركت النظام يمكن بدعم روسيا بيتحرك. أخيرا طرح وزير الخارجية لافروف مؤتمر رباعي روسي تركي فرنسي ألماني حول سوريا، وهون أيضا عم يجرب يستثني الولايات المتحدة، لربما هي كمان عم تستثني حالة من الساحة السورية، ويبلش يطرح مواضيع إعادة الإعمار وتشجيع أوروبا أنه تشارك بهذه العملية.